دي بالنسبة لي. نحن موجودون حاليا على مستوى مقطع هام جدا في إطار المشاريع البينية ما بين الولايات، تنفيذا لمخرجة لقاء الحكومة الولاة وكذلك تنفيذا لسياسة التهيئة العمرانية المندمجة. هذا المقطع يخص ولايتين، ولاية برج بوعريج وولاية المسيلة. بالمناسبة فتحنا عدة مقاطع ازدواجية سوف تمكن الولايتين من تعزيز التبادل الاقتصادي ما بينتهم. كذلك عندنا مشاريع هامة وقفنا عليها، الطريق الازدواجي يربط ما بين برج بوعريج وبرج غدير، وكذلك طريق آخر اللي هو الطريق الازدواجي تاع راس الواد باتجاه طريق السيار شرق غرب. هذه عينة من المشاريع سوف تضع الولاية، ولاية برج بوعريج، في مقدمة يعني الولايات من حيث تحديث شبكة الطرقات الازدواجية، وتعطيها قيمة إضافية من الناحية الاقتصادية. خصوصية هذه المشاريع أننا أصبحنا ننجز مشاريعنا بمبدأ سنوية التسجيل وسنوية الإنجاز. من نهاية السنة سوف نستكمل مدونة المشاريع الخاصة بقطاع الأشغال العمومية.